السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ شنو نقول لكم؟ شعيب رجع ليا شعيب. وحده في اللايف قالت لي باسك، والله ما باسني، والله ما بالعكس، خرج بنته مشينا العيد ديال وضربنا الطاسه في شعبان، ضربنا الطاسه، انا شربت الدواء. وحده قالت لي انت ما كتشربيش الدواء، راه كاع المغربيات كيشربوا الدواء، ولكن الدواء ديالي انا ماشي. قالت لي المغاربه كلهم كيشربوا الدواء، انت كتشربي الدواء وكتصوري 4 مليون. كنصور الزمر انا، وحداني انا، راه عندي بنتي الله يخليها ليا، وعندي ولد. شعيب رجع لينا، وانت من تخرجيها من تدخلي. ايوا انا راه عندي بنتي سميتها ميشاش، حماش، نقاش، هذيك اللي كنقول ديما. دابا راني شاربه الدواء وبخير، دايره هاد اللايف. حيت الهتر هما اللي بقاو يطلعوا في المغرب، ما الهتر الناس اللي بعقلهم، ويلي راه هاجروا هاجروا. ماشي شي واحد بان في القناه التلفزيونيه ديال الطاليان، واحد اسنانه باقي فيهم التراب ديال الكاريان، وقال لهم حنا في المغرب المجاعه كناكلوا روبا في النهار، كناكلوا ماكله في النهار. شي المغاربه اش كطلعوا لينا؟ كطلعوا لينا غير الوسخ. شي المغاربه طلعوا لينا الوسخ، توسخوا البلاد ووسخوا المغرب. وهذاك خاينا مول الشعر اللي داه، ما عرفت سميتو، عبد المولى ولا عبد الراح، عبد الصاد، عبد، ما عرفت سميتو، كنسى هذاك، ما عرفتش شكون، والله ما عرفت علاش داه. العلم ولا انا سمعت قال كي هذا كي ياكلو تما، كي ياكلو الماكله ديال الطاليان، كي ياكلو هذاك، كي ياكل هذاك، كلاه في رزقه. سمعت انا كي ياكلو في رزقه، الله اعلم. البنات راني عاد خرجت من الدوش، وعيب كان يبوس فيا. المهم ما بقات حياه في المغرب، وغير التفاهات اللي متبعين وراكم عارفين وكديروا نجام. شكرا انكم كاع المسطين طلعتوهم في البلاد كلشي، والناس اللي عندهم الاجازه وقارين الدكتوره راه متسطاو، والنص فيهم خرب البلاد، خرج البلاد، راه كاين عنده الدكتوره وخرج لاوروبا خدامه في الفريز، وما يبقاش تما. يوم عام من يبقى كطلعوا على الهتر. واحد طلع التلفازه الطاليانيه قال لهم راه وعنده مليون ابوني عليا، انا عنده مليون ابوني. ايوا البلاد راه فينا دابا، البلاد الناس ولاو يقولوا لهم انتم كلكم مخلخين، صافي الشعب المغربي مشات عليه راه مكلخ. هذاك الشيء علاش كتآزرونا. شكرا لكم، وشكرا مازال طلعتوا صاري مول وصاري فول وصاري كول، وطلعوا حتى صاري بول، مازال وانا مالكم، علاش ما تطلعونيش انا اللي سميتي؟ انا حيت كنشرب الدواء، انا مريضه دابا، قبيله راه بغى يبوسني دار قمتهم. هادشي اللي كاين في البلاد في المغرب، راه ما بقاو لا مفكرين لا فلاسفه لا والو في المغرب. المنجره الله يرحمه مات، ما كاين حتى واحد ترحم عليه ولا دار اليوم العالمي للمنجره. اكبر مفكر في المغرب، ومع المده ديرو داك سميتو هذاك، تسميتو هذاك، هذاك اللي دايرها راه طاليان. تحية للناس كلهم وشكرا لكم. انا راه مبجقله، قلت فين هي الدواء ديالي؟ شربت اليوم ماشي 86 نقطة ولا معت 91، قلت فين هي ولدي؟ تدري ولدي تودر ليا، ما عرفت راه كيدوها براهوش، يدوها يشرو لها المسكة ويشرو لها الفانيد ويجيبوها، ما عرفتش فين كتخرج. نيماش قيتاش، ها يا حماش فوقتاش، تعالي دوك باك يقول لك ودرتك، ولا ما ودرتك ما والو. هادشي اللي كاين، بقات عاد التفاهه وبقى والو، الحرب جايه وحنايا تابعين التفاهه اللي طلعناه نطلعوه مسطي. هادشي اللي كاين، سمحوا لي ملي كنتوضر هكا وكنتعصب يطلع لي المورال، هذا كنبغي نكمي حشومه، نكمي في اللايف. كاين الواليد، راه الواليد هو الواليده كيتفرجوا فيا في اللايف، حتى هما كندور معاهم في الشهر، داكشي علاش كيتفرجوا فيا. كلشي مشى، كلشي ما بقى حتى حاجه تحمر الوجه، غير بوتين ورك على البطونه وليدي، ورك على البطونه خلي الزمر كله يتشتت، عورك الوقت خايبه، ورك انا بغيتك تورك على البطونه باش كلشي الزمر يتشتت. مالنا علاش نبقاو عايشين؟
ملي ولات عاد تفاهات. انا عاد دوش دابا راني داوي معاكم من الفوق ومن التحت، راني عريانه. حفظ الله الكاميرا ما تشوفش لتحت. هذا حكه صافي. السلام عليكم البنات، انا مشيت مريضه مريضه.